نحن سنتابع في العربية 360 من الخطر النووي في أكبر محطة للطاقة الذرية في أوروبا، حيث لا يزال قائما مع استمرار تعرضها للقصف غير معروف المصدر. فموسكو وكييف تتبادلان الاتهامات حتى اليوم، تحديدا عند الفجر مع إعلان حاكم منطقة زابوريجيا أولكساندر ستاروخ أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على المدينة، لكن دون وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة في المنشآت. يأتي ذلك مع ترقب وصول خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة مديرها العام رافائيل غروسي في وقت لاحق من الأسبوع لتفقد المحطة التي تسيطر عليها موسكو منذ مطلع مارس الماضي. يثير وضع المحطة النووية توترا كبيرا، وطلب غروسي منذ أشهر عدة بالسماح للوكالة بزيارة الموقع محذرا من خطر فعلي لوقوع كارثة نووية بعد عمليات القصف وتبادل الاتهامات بشأنها. الكرملين قال إنه يأمل في أن تمضي زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية قدما، ووصفها بأنها في مصلحة روسيا، وأضاف على لسان المتحدث باسمه أن موسكو تأمل في أن تتم الزيارة على النحو المتفق عليه، مؤكدا أن روسيا تنتظر الزيارة منذ وقت طويل. ديمتري بيسكوف، طيب لن نستمع إلى ديمتري بيسكوف الآن، لعلنا نستمع إليه لاحقا، لنستعرض معكم الآن مشاهدينا مدى خطورة الهجوم على زابوريجيا المحطة النووية التي يحذر خبراء نوويون من أن الهجوم عليها خلق وضعا محفوفا بالمخاطر. ففي حالة التلف المفاعل، أي الجهاز الذي يولد الطاقة في المحطة والمبنى الذي يحتوي عليه، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة المفاعل وانصهار قلبه، كما يمكن أن يتسرب الإشعاع بعد ذلك إلى البيئة المحيطة. وفي حال تعرض الناس لهذا الإشعاع، فقد يتسبب ذلك في آثار صحية شديدة فورية وطويلة المدى، بما في ذلك السرطان. لنعود في التاريخ قليلا، وتحديدا إلى العام 86، فقد شوهد هذا التسرب في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا، وهو موقع أسوأ حادث نووي في التاريخ. لكن هل يمكن أن يكون الهجوم على زابوريجيا تشيرنوبل أخرى؟ يقول الخبراء إنه رغم أن الهجوم كان خطيرا، إلا أن هناك اختلافات مهمة بين محطتي تشيرنوبل وزابوريجيا. فالموقع الأخير أكثر أمانا، كما أن المفاعل يقع في مبنى خرساني مقوى بالفولاذ يمكنه من تحمل الأحداث الخارجية الشديدة، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، مثل تحطم طائرة أو انفجارات. كما أن مفاعل زابوريجيا لا يحتوي على أي جرافيت، لكن في تشيرنوبل تسبب هذا الأخير الجرافيت في حريق كبير، وكان مصدر لعمود من الإشعاع الذي انتشر عبر أوروبا. يقول الخبراء إنه لا يتم الحاجة إلى استهداف المفاعل مباشرة لتحدث مشكلة، إذ إنه من الممكن أن يتسبب انقطاع في إمدادات الطاقة بالمحطة في حدوث مشكلات خطيرة. كان هناك تحذيرات مؤخرا في هذا الشأن نذكرها، ولا يمكن إيقاف تشغيل المفاعلات مثل إمدادات الطاقة التقليدية، بل يجب تبريدها ببطء لأكثر من 30 ساعة، وهو الأمر الذي يتطلب إمدادا ثابتا بالكهرباء للمحطة. ويمكن أن يؤدي انقطاع إمدادات الطاقة وبالتالي عملية التبريد إلى تسرب الإشعاع. يمكن أن يحدث هذا إذا تجاوز الوقود النووي درجة انصهاره واخترقت المواد المشعة مرافق الاحتواء.